ازيكم؟ عاملين ايه اخواتي وحبايبي؟ يا رب الحمد تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه اقول لكم على طريقه الكنافه بالمكسرات العاديه اللي انتوا عارفينها. اول حاجه هعمل شربات الكنافه عشان لازم يكون بارد. بجيب كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، وعليهم يا جماعه نص ليمونه هتعصرها بس بعد ما ياخد غلوه، تمام؟ يعني اول ما تحطه على النار وياخد غلوه كده بتنزلي عليه بنص ليمونه. هقطع الكنافه كده على ما ياخد غلوه، هقطع الكنافه عشان الكنافه لسه صبحه، فانا قطعتها بالمقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هرجع بقى لشربات الكنافه، هحط عليه نص ليمونه زي ما قلت لكم وكاسين من الفانيليا، وهسيب بقى ياخد غلوه كمان واسيبه بقى يبرد خالص، تمام؟ علشان شربات الكنافه يا جماعه لازم يكون بارد تماما. هقلب كده واسيبه بقى على النار. جبت بقى الكنافه يا جماعه، حطيت عليها شويه سكر، سكر يكون ناعم جدا، هقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا بقى كوبايه من السمنه عليها شويه من الزيت، حطيتهم عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي بقى افرك كده الكنافه علشان كله يشرب من السمنه. جبت بقى صينيه زي ما انتوا شايفين كده، احط شويه سمنه دهنها بالسمنه، هنزل بقى بطبقه كنافه الاول، بعد كده هنزل بالمكسرات، وبعد كده الطبقه التانيه. بس لازم كده ادك كويس جدا علشان ما تطلعش هايشه مني، تمام؟ احط بقى المكسرات اللي هي عندك اصلا، اللي هي مثلا اي حاجه زي زبيب سوداني، جوز الهند، اي حاجه، تمام؟ حطيت الطبقه التانيه وحطيتها في الفرن على درجه حراره 200، والفرن يكون ساخن زي ما انتوا شايفين. طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وقلبتها كده، ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ لو انت اول مره تشوف قناتي انزل اشترك فيها وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وكمان تعملوا بقى لايك للفيديو. هحط بقى الشربات عليها يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، شربات بارد وهي سخنه. وبعد ما قلبتها حطيت الشربات، حطيت بقى كده زي انتها بشويه جوز الهند، وهقطعها بقى بالشكل اللي انتم عايزينه. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وكمان اشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، واستنونا ان شاء الله فيديوهات كتيرة جدا. باي باي.